السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمود البغدادي، معيد بقسم ميكانيكا باور في الهندسة جامعة المنصورة. النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نحمل برنامج الماتلاب من على موقع ماسوكس. طبعا بعد ما نضغط على اللينك الموجود في الديسكريبشن تحت، هيفتح لنا الصفحة دي. لو نزلنا تحت كده هنلاقي ساين ان، لو ضغطنا عليها يعني هيفتح لنا الصفحة دي. اللي يطلب مني الايميل والباسورد اللي يدخلني على الاكونت بتاعي اللي على موقع ماسوكس. طيب انا لو ماليش اكونت على موقع ماسوكس، ممكن اعمل ايه؟ اكونت جديد. فنضغط على كرييت وان، بيطلب مني شوية معلومات. اول معلومة هي الايميل الجامعي لحضرتك، لو كان حضرتك كنت ستاف او ستودنت بتدخل الايميل، والايميل طبعا بيبقى بالشكل ده لو حضرتك ستودنت، او لو ستاف ما بيبقاش فيه الجزء ده. طيب تاني حاجه بيطلب مننا هي اللوكيشن، احنا طبعا هنا في مصر ايجيبت. وبعد كده يقول المسمى الوظيفي او الوصف الوظيفي بتاعي. هي النسخه اللي الجامعه متعاقده عليها هي تقريبا نسخه الستودنت فقط، ده اللي انا جربتها وهي اشتغلت معايا. بعد كده بيطلب مني السن لو اكبر من 13 سنه، بعد كده بضغط create. بعد كده عشان يتحقق من الايميل بتاعي بيقول لي ان احنا بعتنا لينك للايميل عن طريق الانبوكس، فالمفروض ان ادخل واضغط على اللينك بتاع الفيريفيكيشن. لو حضرتك فتحت الانبوكس هتلاقي الايميل اللي جه لحضرتك بالشكل ده، وفي ايه اللينك لو فيه فيريفاي ايميل. لو ضغطنا على فيريفاي هيفتح لنا الصفحة دي اللي هو بيطلب الفيرست نيم واللاست نيم والباسورد. وتأكيد الباسورد، وبعد كده وظيفة حضرتك الحالية بوست دكتور ولا ستودنت، في جراديويت ليفل وفي اندر جراديويت. طبعا لو حضرتك اندر جراديويت بتختار دي الديبارتمنت، طبعا احنا هنا في كلية الهندسة انجينيرينج. في الكيميكال والالكتريكال احنا القسم بتاعنا ميكانيكال، وهنا نختار يس وهنا اي اكسبت، بعد كده كريت. كده الاكونت بتاعي اتفعل، واللايسنس بتاعتي الرقم بتاعه، كل حاجه جاهزه. كده انا اقدر احمل الماتلاب، انستول الماتلاب. هنا يقول لي داونلود فور ويندوز، ولو عندي الماك او لينكس اقدر ايه احمل الانستولر ايه. بعد ما حضرتك حملت الملف على الجهاز بتاعك، تيجي هنا تضغط عليه مرتين علشان نفك الضغط بتاع الملف. طبعا لما عملية الفك بتنتهي، طبعا انا مش هعملها عشان انا فكيته قبل كده، الملف بتاع الانستليشن او صفحة الانستليشن بتفتح معانا. لو مفتحتش ممكن ندخل الملف ده على هنا الابلكيشن بتاع سيت اب، كليك يمين run as administrator. اول حاجه بيطلبها مني هي الايميل. حضرتك بتكتب الايميل اللي مسجل بيه، الايميل الجامعي يعني، وندوس نيكست.
تاني حاجة هي الباسورد، ونضغط ساين ان. نيجي هنا نضغط يس نيكست، ودي اللايسنس بتاعتي ودي الرقم بتاعها. بعد كده نيكست نيكست، والديستنيشن المكان اللي انا عايز احفظ فيه الملف بتاعي او ملفات بتاعت البرنامج. ممكن اختار المكان من براوزر، بعد كده نيكست. بعد كده بتفتح لي صفحة البرودكتس اللي انا عايز احملها مع البرنامج. هنا اول حاجة دي الماتلاب، لو عايز اعمل السيمولينك مع برضو ممكن اعملها سيلكت، ولو حضرتك بتستخدم اي تول تانية هنا ممكن تعمل لها سيلكت على حسب الشغل. بعد كده نضغط نيكست. هنا بيقول لي ان الـ required space مش كافية، بس انا هتخطى الخطوة دي، اعمل ignore. لو عايز اعمل شورت كات على الديسكتوب ممكن اعمل select الـ D next الـ confirmation واعمل begin install. كده البرنامج هيبدأ يتسطب معايا، بس طبعا دي عملية downloading and setup، يعني الملفات بتاعت البرنامج بتتحمل وفي نفس الوقت بتسطب على الجهاز. لما العملية دي تنتهي كده البرنامج بيكون نزل على الجهاز واتسطب، أقدر أستخدمه عادي. بعد ما عملية الداونلود والتسطيب بتاعت البرنامج تخلص هيظهر لي هنا الشورت كات بتاعت البرنامج على الديسكتوب. لو ضغطت عليها عشان أفتح البرنامج هيبدأ يشتغل معايا. طبعا دي صفحة الماتلاب المتعارف عليها ان احنا نقدر نشتغل ونعمل شغلنا عليها ومفيش اي مشكلة. في البداية من هنا لو حضرتك مش مسجل مش عامل ساين ان على البرنامج، ممكن تعمل ساين ان. طبعا انا عامل، فاسمي هو اللي موجود. ممكن تعمل ساين اوت وتسجل تاني لو انت عند حضرتك اكونت تاني او ايميل تاني.